بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخوتي مشاهدي قناه الدار الفلاحيه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا كما طلب بعض المشاهدين، وهي تقليم شجره المشمش كما نطلق عليه المشماش. اذا كما تشاهدون هذه شجره مشمش. اذا اولا يجب ان نتعرف على الاقلام التي تعطينا ثمار هذه السنه. اذا لو لاحظنا هنا مثلا هذا القلم هذا القلم عمره سنتين، هذا القلم هذا خرج من هذا، شوف حتى لونه، حتى اللون لا يتشابهان في اللون. إذن هذا قلم السنة الماضية، هذا قلم السنة الماضية أو الموسم الفلاحي الماضي. إذن هذا إن شاء الله هذه السنة يعطينا الثمار. إذا لو لاحظنا هنا هذا القلم، مثلا هذه الأقلام الصغيرة، هذا عمره سنتين، هذه الأقلام الصغيرة هذه أقلام الموسم الماضي، بمعنى أن عمرها لا يتجاوز سنة. إذن هذه هي التي تعطينا الثمار هذه السنة إن شاء الله، هذه السنة تعطينا الثمار. إذن أو كما نطلق عليها الأقلام الثمارية. إذن كيف نقوم بعملية تقليم هذه الشجرة؟ إذن كما تلاحظون، أولا دائما نأتي من الأسفل، إذا مثلا هذا القلم هذا يملأ قلب الشجرة، هذا القلم هذا يملأ قلب الشجرة. إذا هذا نستغني عنه ونحتاجه في عملية التطعيم. إذا هذا نحتاجه في عملية التطعيم. إذن هذا الجزء عمره سنتين، هذا عمره سنة. إذن بطبيعة الحال نحن نحتاج أقلام التطعيم التي لا يتجاوز عمرها السنتين. إذن هذا القلم نحتاجه في عملية التطعيم. إذن كذلك نأتي إلى هنا، مثلا هذه الأفرع نستغني عنها، قوم بتنظيفها في الأسفل، هذا القلم على الجانب كما تلاحظون، هذا نما في الجذع الرئيسي من الأسفل. إذا ماذا نفعل له؟ إذا نتركه هكذا، نقوم بتنظيفه بهذه الطريقة، إذا كما تلاحظون فيه قلمين وهي أقلام ثمار إن شاء الله تثمر هذه السنة. هذا لاحظ متجه إلى قلب الشجرة، وهذا يتجه إلى الأعلى. إذا نقوم بقص هذا المتجه إلى قلب الشجرة بهذه الطريقة، إذا ونقوم بتربية هذا. إذا نأتي إلى هنا إلى قلب الشجرة. إذا ماذا فيها؟ إذا لو لاحظنا جيدا، لو أتينا إلى قلب الشجرة، لو لاحظنا هذا الغصن، هذا رغم فيه أقلام ثمار لكننا نقوم بنستغني عنه. هكذا أصبحت شجرة مفتوحة في الوسط. إذن كما تلاحظون الشجرة مزروعة في منطقة جبلية. إذن نأتي إلى أعلى هذه الأقلام أو الأقلام الثمارية، نأتي إلى أعلاها.
بهذه الطريقه بهذه الكيفيه كل الاقلام المرتفعه نقوم بقصها هكا بهذه الطريقه حتى لا ترتفع اكثر. هذا نكون قد انتهينا من تقليم شجرة المشمش. إذا ننتقل إلى شجرة أخرى. إذا كذلك هذه شجرة مشمش، هذه كذلك شجرة مشمش. إذا دائما على الرغم من أن هذه الأشجار صغيرة دائما نأتي إلى الأسفل. إذا مثلا هذه هذه الأجزاء اليابسة لاحظ مثلا هذا الجزء هذا يابس نقوم بالتخلص منه هكذا. إذا ثم نأتي إلى هنا. إذا لو لاحظتم هذه الأقلام الجانبية هذه هي أقلام ثمارية. هذه إن شاء الله هذه السنة تعطينا ثمار، هذه السنة تعطينا ثمار. إذا ونحن نحاول إن شاء الله أن نقوم بتربية هذه الشجرة بهذه الطريقة هكذا، تكون مفتوحة في الوسط وترتفع الطول الذي نريده نحن. إذا نأتي إلى إذا لاحظ هذا الجزء. إذا هنا إذا لو لاحظنا هذا القلم أو هذا الجزء مع هذا الجزء، هذا الجزء فيه كل هذه الأقلام ثمارية تعطينا الثمار هذه السنة، كذلك هذا الجزء. ونحن نريد أن نقوم بتربية شجرة هكذا أن ترتفع بهذا الشكل إذا ماذا نفعل؟ نقوم بالتخلص من هذا القلم أو هذا الغصن. إذا وهذا نحتاجه في هذه الأقلام نحتاجها في عملية التطعيم. لا نرميها. كذلك هذا نحتاجه في عملية التجذير أو يمكننا أن نزرع هذا الجزء. إذا نتركها جانبا. إذا بهذه الطريقة هكذا بهذه الطريقة تصبح الشجرة. إذا الآن نأتي إلى هذه الأقلام المرتفعة نقوم بقصها حتى لا ترتفع أكثر بهذه الطريقة. إذا بهذه الطريقة انتهينا من تقليم هذه الشجرة. إذا كما تلاحظون ترتفع هكذا بهذا الشكل هكذا، تكون في الوسط فارغة وترتفع بهذا الشكل إلى حد الارتفاع الذي نريده. إذا بهذه الطريقة أو هذا هو تقليم التربية لأشجار المشمش. إذا بهذه الطريقة نكون قد انتهينا. أخيرا إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظاهرة، فما عليكم إلا الاشتراك بقناة الظهرة وتفعيل الجرس والضغط على جام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.